على بركة الله، كنبداو معكم بهاد البث الفيديو هذا. على بركة الله كنبداكم معكم بهاد الفيديو هذا عبر موقع وصفحة لاراش اونفون. كنرصد لكم منطقة ديال شعبان رقم واحد علاطي، جميع المحلات تلتزم بالتوقيت ديال الإغلاق. الكل ملتزم هنا بمنطقة شعبان واحد من ساعة الإغلاق اللي هي الساعة ديال الثامنة، وساعة حظر الججوال اللي هي الساعة التاسعة ليلا. الكل مغلق، جميع المقاهي والمطاعم، الكل ملتزم بقرارات صادرة عن الحكومة وخصوصا اللجنة الوصية التي قررت حظر التجوال على الساعة التاسعة وإغلاق جميع المحلات على الساعة الثامنة. الكل ملتزم هنا، نحن الآن نتواجد في منطقة شعبان واحد، منطقة الشمال ديالنا كاينة على العيطي، تجزئة على العيطي، جميع المحلات مغلقة، المقاهي. واليوم هو يوم الثالث على تطبيق هذا القرار. طبقا للتعليمات السلطات المحلية هنا بمدينة العرائش، كل المحلات مغلقة، الكل يطبق قرار الذي يخص. كل المحلات تم إغلاقها على الساعة الثامنة وساعات قليلة، وسيبدأ الحظر التجوال على الساعة التاسعة ليلا. نتواجد الآن من منطقة ديال المحطة الجديدة، حتى المحطة هي كتوقف على الأعمال، جميع يعني بالتاكسيات بالكيران كلشي كتوقف من الأعمال ابتداء من الساعة الثامنة. المحطة الطرقية كل نتواجد الآن في منطقة المغرب الجديد،
الشوارع فاضية، كل المحلات مغلقة تلتزم بقرار الحكومة، وهو توقيت إقفال اللي هو الساعة 9، الساعة 8. والشوارع فاضية قبل انطلاق الساعة ديال 9 ديال بدء حضرة الجوال الليلي، اللي كيبتدأ من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا. يمنع أي أحد خروج إلى الشارع العام إلا للحالة الطارئة، يعني ما كاينش أي واحد يخرج للشارع يعني يتنزه بالليل. خروج للطارئ شي حاجة طارئة. لازلنا بمنطقة المغرب الجديد، كندخلو المنطقة ديال مسجد الإمام مسلم. جميع المحلات ملتزمة بالقرار الإغلاق، كان اسمعكم بارش أنفو.